بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هنبدأ في تجربة بايبرسم. بايبرسم عندنا القانون بيقول إن لندا بتساوي دي على A في إكس على N. هركز كده عشان التجربة دي مفيهاش أي رسومات، بس عايزين نخلص كده كل حاجة على طول. اللندا ده هو المطلوب، تمام؟ والدي ديت هنعينها دلوقتي، هنقول إزاي، تمام؟ والاكس والان هنعينهم دلوقتي، هنقول ازاي، والاي ديت جيفن معاك في التجربه، تمام؟ نبدا بقى نشوف الاكس والان والدي. نبدا بالاكس والان عشان دول كده اسهل حاجه عندنا في التجربه. الاول الجزء ده احنا مش محتاجه في بدايه الاكس والان، كانوا كده على جنب. وهبدا ابص هنا في العدسه، ركز معايا مصطفى، ابص هنا في العدسه فهشوف خطوط دايك وبرايت بالمنظر ده كده، وهشوف علامه كده بس طبعا موجوده معاهم. تعالى ديت ببدا اتحرك بيها، احطها على الهود بعينها علشان اشوف القراءه بكام، فاحطها على برايت مثلا او على دارك، يعني اشوف المسافه من برايت لبرايت او من دارك لدارك، فانا حطيتها على دارك اهو، تمام. هبدا اشوف القراءه هنا، قرات عند كام، القراءه هنا كده. فالقراءه هنا بقراها ازاي؟ ببدا اشوف الدايره ديت قطعت عند المسطره دي بكام، ولتكن مثلا جت ما بين الأربعة ونص والخمسة مثلا، يبقى دلوقتي قرأت ما بين الأربعة ونص والخمسة، بس لسه في جزء كمان يعني بعد الأربعة ونص ده، زائد جزء مش عارف هو كام. هبدأ أشوفه من اللي بيلف دوت كده، بتاع الجزء دوت كده، هشوف هو دوت كده قطع عند المسطرة بكام. أنا شفت المسطرة الأول قطع عنده بكام، ده الجزء الصحيح. الجزء الكسري اللي بيلف ده نفسه قطع عند المسطرة بكام، ولتكن قطع عند 15 مثلا، قطع عند 15، يبقى دلوقتي هيطلع، هزود ال 15 ديت، يبقى 4 65، تمام. طيب انا كده قرات اكس 1 او اكس انيشي، هبدا الف من هنا كده لحد ما بتاع اللي كنا بنقيس بيها ديت تتحرك ل 20 مره، يبقى انا كده عينت ان ان بيساوي 20. طيب والاكس، انا كنت جايب اكس انيشال، بعد ما اتحركت هقيس اكس فاينل بكام. طيب الاكس عموما هي الفرق الموجب ما بين القراءتين دول، تمام كده. طيب كده فاضل الدي، هي اللي فاضله، لاحظنا في القانون انا جبت الاكس وجبت الان ب 20 والاي جيفن، فاضل الدي. الدي هبدا استخدم فيها العدسه، هبدا احط عدسه عند اول العدسه اللي انا كنت شايفها هنا كده، هلاقي ان العدسه ديت بتصغر الصوره، فكل ما امشي كده كل ما بتكبر معايا، تمام. فهبدا ابص في العدسه وانا بحرك ديت معايا لحد ما اشوف خطين برايت واضحين كده، دول كده خطين برايت واضحين. طيب جبت الخطين برايت دول، هجيب الكروس اعلم بيها على ديت كده والقراءه بتاعتها بكام، واجي اعلم بيها هنا كده واشوف القراءه بكام، يبقى دي كده المسافه دي هسميها دي واحد. طيب عايز اجيب دي 2، دي 2 اجيبها ازاي؟ دي 2 لما بكبر، يعني هجيب ده من الاخر، وطول ما انا ماشي الناحيه الثانيه اكيد همشي اصغر. لحد امتى؟ لحد ما اشوف حاجه بالمنظر ده كده، هشوف برايت وبرايت ثانيه والمسافه ما بينهم دارك كده كبيره. هبدا برضه اجيب الكروس هنا كده والكروس هنا كده، يبقى انا كده جبت اكس انيشال واكس فاينل، المسافه ما بينهم الموجبه هي ديت كده بتديني دي 2. طيب انا عايز دي هي الجذر التربيعي لدي 1 دي 2، يبقى انا كده عينت قيمه دي، عينت قيمه اكس، خدت ان بيساوي 20، الاي جيفن. نرجع مره اخرى كده اللمضه، انا هنا كده مثلا القانون كان بيقول ان اللمضه بيساوي دي على ايه اكس على ان، يبقى انا كده قدرت اعين قيمه لامدا بتساوي كام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.